السلام عليكم. طهران تدعو أرمينيا للانسحاب من أراضي أذربيجان المحتلة. إن لم تكن مشاركا في القناة فشارك، وإذا كنت من المشاركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن بلاده تؤكد على وحدة أراضي أذربيجان وضرورة الانسحاب من أراضي أذربيجان المحتلة. وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إيران تبحث مع أذربيجان وأرمينيا مقترحا لوقف الحرب، ونرحب بأي مبادرة أخرى. نؤكد على وحدة الأراضي الأذربيجانية وضرورة الانسحاب من الأراضي أذربيجان المحتلة قرباغ ملك لأذربيجان. وشدد المتحدث على أن تدخل أي طرف ثالث في النزاع الأرميني الأذربيجاني في قرباغ غير بناء، وستكون له عواقب وخيمة. وأوضح المتحدث أن الحل في قرباغ ليس عسكريا، وأكد نشعر بالقلق على أرواح مواطنين في المناطق الحدودية، ندعو إلى السلام في قرباغ ولن نتحمل أي انتهاك للأراضي الإيرانية حتى ولو كان غير متعمد. لن نسكت في حال تواصلت سقوط القذائف على الأراضي الإيرانية، وكل الخيارات مطروحة. وتابع المتحدث قائلا، ندعو أذربيجان وأرمينيا إلى وقف العنف وإراقة الدماء وتطبيق القانون الدولي حول قرباغ عن طريق التفاوض والدبلوماسية. الحرب في قرباغ لن تحقق أي نتائج، وطهران مستعدة لتقديم المساعدة لإحلال وقف عاجل لإطلاق النار والعمل على حل سياسي. في الأخير، إذا كنت من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسى الاشتراك لتتواصل بالجديد، وشكرا.